تفاصيل المطبخ التونسي. صباح النور للجميع. تفاصيل شهية ولذيذة من المطبخ التونسي على مستوى عالمي. موقع الأطلس للمختص في تصنيف المطابخ العالمية ضمن 50 أفضل مطبخ في العالم. السلطة المشوية التونسية أو السلطة المشوية كما نسميها نحل تحتل المرتبة الثانية عالميا، وأم كحورية أو السيدة حورية تحتل المرتبة السادسة على مستوى التصنيف العالمي، واحتفاء كبير في السوشيال ميديا هنا في تونس بهذا التصنيف، خاصة تصنيف السلطة المشوية التي هي طبق لذيذ ولذيذ جدا، وأيضا أم كحورية، وهناك عشرات السلطات التونسية اللذيذة الأخرى. أرجو أن يسنح المجال. طب أحلام أحلام، يعني لازم تقولي لي مكونات هذه السلطة أم كحورية وحاجات مشوية داخلة فيها الهريسة التونسية كمان؟ لا، هي السلطة المشوية سلطة وأم كحورية سلطة. السلطة المشوية هي عبارة عن طبق مكون من الخضروات، الفلفل، الطماطم، البصل والثوم، تشوى جميعا ثم يقوم خلطها بالتوابل وزيت الزيتون، وتزين بالتونة والزيتون والبيض وعديد المكونات الشهية. أما أم كحورية هي سلطة قائمة على الجزر، وسلطة نافعة ولذيذة جدا وصحية جدا، ويتم تتبيلها وأيضا تزيينها بالبيض والتونة وعديد المملحات الأخرى. الله. واشتغلنا عليها بالطبع في مساء العربية في رمضان. أم كحورية كانت من بين النجوم السلطات الذين حضروا في برنامج مساء العربية. مزبوط. في شهر رمضان الماضي. أنت كمان حتحضري لنا يا أحلام سلطة من السلطات الشهيرة. نعم. يعني المشوية خلينا نقول تحديدا، فضروري بكرة نشوفها أكيد غدا. يا ريتك لو ترسلي لنا هي ولا أكيد. تكوني معنا يا أحلام. خلينا نروح أيضا لموضوع آخر. والله يا ريت. موضوع الآخر، 6000 عملية جراحية في السمنة خلال عام، ما هي هذه؟ صحيح صحيح، في تونس 6000 عملية جراحية للسمنة في تونس. رئيس الجمعية التونسية لجراحة السمنة أحد الدكاترة المعروفين في هذا المجال في تونس أعطى هذا الرقم الذي يعتبر رقم ضخم طبعاً. في المجتمع التونسي المعروف، تعرفون المجتمعات المتوسطية عادة، لا ندخل كثيرا في التفاصيل، لكن تعرف بأن الأكل أكلها صحي. مزبوط. أكثر ويميل أكثر نحو الأطباق، لكن هناك للأسف زحف للسمنة على المجتمع التونسي. 25% من التونسيون يعانون من مرض السمنة، لكن العمليات التي تجرى 6000 عملية حسب تأكيد الدكاترة هي تستهدف خصوصا المرضى بهذا المرض، مرض السمنة، وكلها ترمي إلى إنقاص الوزن والتدخلات على مستوى المعدة والجهاز الهضمي من أجل إنقاص الوزن. بالطبع هذه الأرقام، جزء كبير من يخضعون عملياتهم أجانب، لكن هذا لا يمنع أنه وجب الحذر، لأنه أرفع أرقام السمنة أيضا في تونس في ارتفاع. نعم. 25% من المجتمع التونسي. يعني أنا أعتقد أنهم لو أكلوا السلطات الجميلة أم كحورية وسلطة المشوية أعتقد أنهم راح يتمتعوا بقوام رشيق. وسلطة عديد السلطات. شكرا لك. عديد السلطات، أسمي لك عشرات السلطات. كثير كثير جدا، وأكيد كله هيلثي. كله نستنى هيلثي. وصفتك للسلطة غدا. شكرا لك أحلام العبدلي، وشكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا لك.